هنتكلم على الكومنتس. الكومنتس التعليقات هي عبارة عن نوتس أو ملاحظات بنشرح فيها سطور معينة في الكود، خلاص، أو سيكشن معين في الكود في البرنامج بتاعك. في الحقيقي إن البايثون أو أي لغة برمجة عموما ما بتشوفش الكومنتس دي ولا بتتعامل معها. يعني الانتربريتر أو المفسر أو المترجم أو الكومبايلر اللي بيترجم ما بيشوفش الأوامر دي خالص، خلاص، هي بس معمولة لينا احنا كبني ادمين، احنا كملاحظات للناس اللي ليها حق تقرا السورس كود. الناس اللي ليها حق تقرا السورس كود بيبقى عندها ملاحظة، عندها ايه، عايز اوضح او افكر حد في حاجة او كده. الكومنتس لو احنا مثلا فتحنا كده فايل نيو كده، الكومنتس ببساطة بنعملها بعلامة الايه، الهاش دي. اي سطر بيبدا بعلامه الهاش دي، البايثون بيفهم ان ده سطر ملوش اي لازمه، هو مجرد تعليق للي هيقرا الكود بس، لكن هو ذات نفسه بالنسبه لنا ملوش، ما بيتنفسش، بيكتب فيه حر. مثلا سيس بروجرام ديسبلاي ماي نيم اند ايميل، بس مثلا البرنامج ده بيعرض اسمي والايميل بتاعي كده اهو. البرنامج ده في حد ذاته كده مش يعني السطر ده ولا شيء. طبعا احنا امر برنت لو حبينا نجربه، طبعا تلاحظوا الالوان طبعا يمكن مش بحب انا اتكلم على الالوان، لان الالوان ممكن نغيرها، يعني ما هيش حاجه ثابته قوي. يعني قلت مثلا برنت عدد صبور مثلا، وبرنت تاني مثلا ماي ميل مثلا. في الحالة دي كده أنا عندي الثلاث أسطر. السطر ده الانتربريتر بتاع البايثون هيشغله، ده هيشتغل، لكن السطر ده ولا أكنه موجود. لو عملنا سيف كده أنا محتاج إن أنا أسيب برضو في نفس الفايل الفولدر بتاعنا علشان بعد كده الاكزامبلز تبقى موجودة معانا. الاكزامبل 2 ده تقريبا. طبعا لو جيت عملت رن دلوقتي كده، رن المديول في 5، على طول قال لي طبع لي عدد صبور، طبع لي عدد صبور @gmail.com، لكن ما جاش جنب الايه، جنب الكومنت ده خالص. طبعا الكومنت ممكن يبقى على اكتر من سطر، مفيش مشكله. كل بدايه سطر بتعمل له ايه، بنعمل له كل بداية سطر بنعمل له الهاش اللي احنا بنشوفها دي، بنعمل ايه، الهاش اللي احنا بنشوفها. طيب ده كان الاولاني. طيب في حاجة كمان نلاحظها، دايما المبرمجين في الغالب بنحب نكومنت اخر السطر، يعني مش بنكومنت في يعني في البداية بس، لان احنا بنكومنت البداية وبرضه بنكومنت اخر سطر. بمعنى ايه؟ هنفتح كده الاكزامبل بتاعنا تاني اهو. يعني احنا في الغالب بنحب نعمل، يعني في غالب المبرمجين يجوا في اخر السطر كده ذات نفسه، ولو عنده تعليق بيكتبه على اخر السطر على طول ذات نفسه، يعمل هاش كده بعد السطر ما يخلص الامر. ومثلا ايه، display my name، خلاص. هنا مثلا نكتب يعني غالب التعليقات بتبقى في اخر السطر كده لو احنا عايزين نوضح حاجات. طبعا ما بتبقاش الحاجات البسيطه دي قوي، لكن بنبقى في الغالب لما اكون حاجات اهم يعني. فانا هدوس كنترول اس وبعد كده F5، نفس الكلام، ما فيش عندنا اي خطا. دي كانت بالنسبه للكومنتس.